يعني عندنا واحد الحقوق فيما يخص الجودة ديال الهواء
باش ما يكونش تلوث، باش ما نردوش، باش واحد يدير الديمقراطيات. ثانيا كمستهلكين كمجتمع، يعني بطبيعه الحال يعني في الحياه لان يكون هناك استهلاك لكي نعيش، كاين واحد العدد ديال المكونات او المنتوجات او المواد الاساسيه الضروريه اللي كتخلينا اننا بطبيعه الحال كنقولوا عندنا واحد الهاجس من حيث هذاك المنتوج كيفاش غادي يمكننا نستهلكوه، اشنا هي النوعيه ديالو، اشنا هي التكلفه ديالو، واش موجود ولا موجود الى غير ذلك. فلهذا كاين هناك مجالات اخرى اللي فيها بطبيعه الحال فيها المستهلك كي بالضروره كيكون كيلح على اساس انه لابد خصو يكون واحد المنتوج من جانب اخر. المطالعه مثلا كنعتبر ان المطالعه المجتمع محتاج انه يستهلك ما يمكن ان يغني الذاكره ديالو ويطعمها. يعني الاطفال ديالنا اليوم محتاجين، بعض الحين دابا اليوم اللي كنهضروا على الشهاده دائما كنمشيو للمكان، كنمشيو للمغرب غدا، يعني غير بواحد الطريقه كنمشيو للمغرب غدا. وهذا واحد المجال متشعب كبير بزاف، يعني اليوم واحد كيمشي لواحد المكان على الاستهلاك اليومي، الاستهلاك اليومي والمعاش اليومي، المعاش اليومي عندنا المستهلك. ملي كنهضروا على المستهلك اذا كاين واحد الماده اللي موضوع الاستهلاك، وبعض الاحيان يكون ملزم حدا مستدعى قبل ماشي نخدم ندير شي حاجه. اليوم بدنا نخدم على الاسف ما عندناش هذا ديال الترفيه بزاف اكثر. خصنا نشوف نقولوا انه ما هي الماده التي يجب ان تشتغل في هذا المجال؟ هي الترفيه، خلق الوليدات كمستهلكين. ولكن من حد هذا الفضاء ما كاينش، كنساو بانه راه فضاء ديال الترفيه راه مجالات الاستهلاك. فلهذا يجب بطبيعة الحال يعني نحاولوا نفكروا مزيان باش نحاولوا نكتبوا واحد العدد ديال المواضيع اللي مهكزة باش نتناقشوا بها ونخرجوا بطبيعة الحال بمقررات أو بتوصيات اللي تمكننا من الشباب المجتمعي، لا ممثلين ديال الدولة، لا سلطة محلية، لا سلطة عمومية، لا منتخبين، لا مجتمع مدني، لا قطاع خاص. قطاع خاص يجب أن يكون حاضر هنا اليوم. هذه مثلا كاين الاشكاليه ديال الغاز مثلا، راه بطبيعه الحال ما كنخدموش على هذه المساله، ولكن بطبيعه الحال راه واحد الماده جدا مهمه وخصنا نحيوا بها، وخصنا نشوفوا مثلا كيفاش اننا نحيوا يعني المستهلك اليوم احنا المستهلك معنا من هذه الماده مثلا كيفاش خصها توفر طيف طول السنه، ربما الاستهلاك ديالها اكثر في الشتاء ماشي الصيف الى غير ذلك. يعني جميع الضوابط او المكونات المتعلقه بواحد المجالات ندبروا مزيان. الحمد لله كنتوفروا على واحد العدد ديال الخبراء هذه المجالات المتشعبه، عندنا اساتذه جامعيين، وعندنا واحد العدد ديال الناس اللي كيمارسوا هذه المجالات ديال الاستهلاك، لانها بطبيعه الحال مصدر الحياه. وكنشكر الجميع وكنتمنى التوفيق للحضور والمتدخلين، ونتمنوا انه تكون توصيات في المستوى اللي كان عليه الجميع، وفي المستوى ديال المستهلك اللي سيدنا الله ينصرو كيعطيه واحد العنايه كبيره وخاصه. وانتم كتشوفوا انه سيدنا الله ينصرو كيجول جميع انواع المملكه وكيفتح فضاءات ديال الطفل على فضاء ديال الاحتياجات الخاصه الى غير ذلك. وهذه هي المجالات التي يجب اختراقها، المجالات الحقيقيه، لانه وحنا خصنا هذا الشيء ديال الاستهلاك خصنا صافي خصنا نكونوا طوينا معاه، يعني بدا الدور ديالو. كاين مجالات مفتوحه فيما يخص التنميه البشريه، والتنميه البشريه اكبر فضاء لحمايه المستهلك ولخلق يعني فرص ديال التكافؤ ديال الفرص بالنسبه لجميع الساكنه، خصوصا فيما يخص الخدمات الاساسيه والضروريه اللي كتعطوا جيدا ومتقدم بالكلام ديال الحق في الحق في الحياه من خلال الصحه، من خلال العنايه، من خلال المقال والنقطي، تعليم الصحه بطبيعه الحال، الماء، الثقافه، السكن اللائق بطبيعه الحال، وكذلك الانفتاح على العالم الخارجي. لان الانفتاح على العالم الخارجي يعني التواصل صح يكون بكل اساسنا، هي كتخلي الانسان كيشتغل وكيكب وكيجد باش يبدلو ويلقى الحسن.
اليوم كتلقى واحد الانسان ساكن في واحد البلاصه الا كان جار ويسمع بان جار ولده راه خطا ولا كيقرا مزيان كيعطيه واحد الشهيه باش انه يسلك نفس المسلك ديال هذاك الجار باش يمكن له يلقى المجالات احسن في واحد المجتمع اللي كنطرحوا ليه باش يكون مجتمع راقي وفيه عيشه بزاف.